كيف تؤثر هذه القضية، قضية التغيرات المناخية، على جهود التنمية تحديدا في إفريقيا، وما هو دور الشركات الناشئة في هذا الأمر؟ Thank you. I'll try and be brief as well. I think the private sector has an absolutely critical role. لديه دورا مهما للغايه ليلعبه خاصه في السياق الافريقي. سوف اعطيك مثالا ببلدي ملاوي، والتي نعاني فيها أو نواجه فيها الكثير من التحديات التنموية. لدينا الازدياد السكاني، لدينا تغيرات، لدينا تحديات في الحوكمة وفي التنمية، وتلك أيضا المتعلقة بالتغير المناخي. إن العناية بالقطاع الخاص وإعطائه وإيلائه الأهمية اللازمة يلعب دورا محوريا في هذا الأمر. وسوف أعطيكم مثالا بالمشروع الخاص بالطاقة المائية الذي نقوم به في بلدي من أجل رفع القدرة الكهربائية. أيضا لدينا مشروع آخر يتعلق بالري، وذلك أيضا من خلال الشراكة بين القطاعين الخاص والعام. حتى هنا في مصر نجح هذا النموذج، رأينا مليارات الدولارات في استثمار في أكثر من 58 مشروعا منذ التسعينات، ولكن ذلك لابد أن يتواءم مع اتفاقية باريس وأهداف التنمية المستدامة. قال جون كاري أنه أمامنا 8 سنوات من أجل أن نتناول هذا الأمر ونعالجه، وأننا لم نتحرك بالسرعة الكافية، ولكن القطاع الخاص يملك هذه السرعة ويمكنه أن يتحرك بها، كما أنه يمتلك القدرات الفنية من أجل أن يقدم الدعم الفني والموارد مثل تلك الموجودة في شبكة سانتياغو. الفكرة هي كيفية التنسيق بين كل ذلك وكيف ننظر إلى هذا الأمر بصورة استراتيجية. إذا ما أردنا أن نعود إلى الأساسيات، سنرى أن الشركات تتحرك من أجل السببين: أولا لأنها لابد أن تفعل ذلك بسبب اللوائح والقوانين، ثانيا لأنها تريد أن تفعل ذلك، وذلك يتعلق بالفرص في السوق وحالات الأعمال والحوافز. إن الموازنة بين هذين الجانبين هي إحدى الطرق من أجل توجيه القطاع الخاص لإحراز الأهداف في هذا المجال. وأخيرا ذلك يرتبط بالشباب، إن الشباب يحتاجون إلى فرص العمل اللائق، ومثلا شباب ملاوي بلدي لا يهتمون بمستوى الكفاف مثل أسلافهم، هم يريدون مهنا وأعمالا جيدة، وهم يهتمون ببيئة العمل المستدامة والتي تعمل بصورة ذكية مناخيا. شكرا جزيلا. سيد عقيل حجات، مؤسس شركة سي 12 للاستشارات البيئية والتنموية في إفريقيا.